هم العرب الوحيدين اللي يملكون وكالة سويسرية ملك لهم. أبوهم شراها بالثمانينات. حلو. وهي الوكالة الوحيدة السويسرية العالمية اللي يملكها عربي. هاي على ذوقك من اختارتهم؟ أنا اخترت، لا اخترت حق فهد صراحة، لأنه عشان لأنه أول جيته ما يخالف. لا ما فهمتي، بس لأنه يعني هو كان رايح باتجاه، قلت له لا فهد جسمه رياضي. هالأشياء. بل كلش حلوة. عاش الذوق. اللي شرف والله. جنن. كلش حلوة. بس يعني فهمتك. فهمتك. حيل كشخة. أي والله. أي والله فهمتك. لأن أنا قلت له فهد خلني أنا. ما أخذ حتى. جنن كلش حلوة. نشوف هديتي. خلينا نشوف الساعة مالتي بالله. عاد والله هذه ذوقها هو. الله. أوبا. حلوة. بس أنا قلت أخضر. كلش حلوة. عاش ذوقكم والله. أنا اللي حددت الأخضر. واو. بس أنا عندي مشكلة، إيدي صغيرة طبعًا. مستحيل أكو ساعة ترهم علي. باعولي الجمال. جنن. تخبل ام عثمان. عاش ذوقك حبيبتي انتي. ثانك يو. شهد احنا طبعا بنات وشباب راح اصور لكم استاذ معمر مثل ما انا حصلت على هاي الهديه الحلوه. دائما اتنغص لكم بالشغلات الزينه، وين ما اروح ادور لكم خصوم حلوة. فاليوم جايبة لكم خصم كلش حلو من استاذ معمر. استاذ معمر تفضل. الله يسعد قلبك. كرمالك وكرمال متابعينك. نعم. نحن رايحين نعمل كود خصم اضافي على اللي موجود بموقع جوفيال. حلو. اي شخص يطلب ساعة. نعم. اي متابع لك بيدخل على الموقع تبعنا بيحط الكود تبعك وبياخذ خصم اضافي. تحية لك ولمتابعينك. شكرا جزيلا لك، ممتنة جدا.